نأتي بنشرة الأخبار ونبدأها بالعناوين. النيران تلاحق أسواق أربيل وتخلف أضرارا جسيمة لاقتصاد الإقليم. عشرات المحال التجارية تشتعل في القيصرية والسلطات تشدد إجراءات السلامة. العراق يوسع دائرة التنسيق الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر. اتفاقيات لتعزيز التعاون مع الانتربول ودول إقليمية ولجان خاصة تتولى المهمة المحلية. أهلا بكم إلى التفاصيل. اجتمع رئيس الوزراء محمد إشياع السوداني باللجنة العليا لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وحدد الاجتماع رؤية الانطلاق في مهمة إصلاح الجهاز الحكومي ومراحل العمل الخاصة بالمهمة ودراسة الاستعانة بشركة عالمية متخصصة في هذا المجال. وأكد الاجتماع الأول للجنة المضي بالإصلاحات الحكومية في الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية بشكل متوازن بوصفها من أهم أولويات البرنامج الحكومي. قال محافظ البنك المركزي علي العلاق أن القطاع المصرفي في العراق شهد تطورات نوعية خلال السنوات العشر الماضية. وفي كلمة خلال مؤتمر المصارف العربية ببغداد أوضح العلاق تلك التطورات. لقد شهد القطاع المصرفي العراقي عبر العشر سنوات المنصرمة تطورات نوعية كبيرة استجابة لمتبنيات وسياسات البنك المركزي العراقي، حيث أدخلت وطبقت لأول مرة المفاهيم وممارسات قواعد الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الاحترازية والرقابة المبنية على المخاطر وإدارة الجودة الشاملة واستمرارية الأعمال والخدمات الرقمية والشمول المالي. من جهته قال رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظلة أن ما يقارب نصف عدد البنوك الخاصة في العراق حرمت من الدولار، ما أثر في خدماتها بشكل كبير رغم السعي إلى الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ما حدث في العراق من حرمان في التعامل بالعملة العالمية الأساسية الدولار، والذي يقارب نصف عدد المصارف العراقية، والذي أثر بشكل كبير وأوضح وواضح على الخدمات المصرفية داخل العراق، بالرغم من سعي المؤسسات الحكومية والخاصة للامتثال للقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية طوال الفترة السابقة. من جانبه قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن أن النظام المالي في العراق يواجه تحديات ملحة لتحقيق الازدهار، ما يتطلب تعزيز الثقة الدولية بالمصارف العراقية وتأسيس علاقة متينة مع النظام المالي العالمي. التحديات الملحة ذات أهمية حاسمة بالنسبة للازدهار الاقتصادي في العراق، وأهمها تعزيز الثقة الدولية في المصارف العراقية وتأسيس علاقات متينة مع النظام المالي العالمي. إن هذا الموضوع أيها الحضور الكريم بالغ الأهمية، ويؤثر على المشهد الاقتصادي والمالي في العراق، ويتردد صداه في جميع أنحاء العالم نظراً لدور العراق الإقليمي والدولي. وفي حين تلعب المصارف العراقية دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية للبلاد، فإن البيئة التي تعمل فيها هي مليئة بالتحديات، خاصة في مجال الامتثال. يبحث مؤتمر اتحاد المصارف العربية في بغداد التعاون المشترك لتطوير أنظمة العمل المصرفي، وعلى رأسها تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني والامتثال للمعايير والقوانين الدولية. تطوير عمل المصارف العراقية ومواجهة تحديات الامتثال للمعايير الدولية والاستعانة بالخبرات العربية في مواكبة تشريعات القوانين المحلية والعالمية المنظمة لعمل المصارف، مساع حكومية تبذل بهذا السياق لتحقيق نقلة نوعية في عمل القطاع المصرفي في العراق، باعتبار ذلك ضرورة في التحول نحو الأتمتة في التعاملات التجارية والمالية. اليوم المؤسسات المصرفية العراقية
يجب أن ترفع من مستوى امتثالها وقدرات الكوادر البشرية اللي موجودة في هذه المؤسسات لمواكبة المؤسسات المصرفية العالمية وفتح علاقات مع هذه المؤسسات. لندون هذا النمو ستبقى العلاقات محدودة. اليوم كثير من المصارف لديهم علاقات مع مراسلين دوليين ولكن ليس بالعدد اللي نطمح له احنا كمؤسسة. على مدى يومين تستمر جلسات مؤتمر اتحاد المصارف العربية في العراق لبحث التعاون المشترك في تطوير أنظمة العمل المصرفي، وعلى رأسها تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني بمختلف أدواته من بطاقات الدفع وأجهزة التحصيل وبوابات الجباية الإلكترونية وفقا لقرار الحكومة السابق، إذ بدأ العمل به فعليا بأغلب مؤسسات الدولة وصولا إلى القطاع الخاص. طبعاً أكيد نقدر نستفاد من اتحاد المصارف العربية في تبادل الخبرات وتبادل التجارب، وكذلك الاستفادة من تجاربهم المتمثلة في الدفع الإلكتروني والامتثال للمعايير وأطر العمل والممارسات العالمية. أيضاً يساعد هذا التعاون في التكامل القطاعات المصرفية في القطاعات المصرفية في العراق والوطن العربي والعالم جميعاً. وجود المصارف العربية داخل بيئة العمل العراقية خطوة ستفتح الباب أمام استثمار أجنبي أوسع، وبالوقت نفسه يحذر متخصصون من أن يكون هذا الوجود احتكاراً للعمل المصرفي واستحواذاً يؤثر في عمل المصارف العراقية، إذ بدأ معظمها بالامتثال للمعايير الدولية. من بغداد، أحمد مؤيد، UTV. قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء أن جميع المؤسسات الحكومية المتعاملة بالجباية النقدية ستعتمد الدفع الإلكتروني منتصف العام. محمد الشاعر السوداني أن العراق يجب أن يتحول رقميا، بدليل أنه في منتصف هذا العام تقريبا خلينا نقول كل المؤسسات الحكومية اللي تتعاطى بالجباية المالية تكون الجباية عن طريق الدفع الإلكتروني، وهذا حد ذاته يشجع الشمول المالي الرقمي في العراق ويدمج المجتمع داخل نظام المصرف. رجح النائب عن حزب السيادة خالد الدراجي إمكانية انتخاب رئيس لمجلس النواب في حال الاتفاق على عقد الجلسة. يصير بس يعني معلوماتي أنه الموضوع ماشي باتجاه أنه تعقد جلسة، لأن هي المحكمة الاتحادية أقرت أنه الجلسة صحيحة ما بيها إشكالات، والكتل الأخرى يعني خلينا نقول ده يقولون روحوا اقعدوا انتخبوا، فهي بس مجرد تصير موافقة على عقد جلسة ممكن أنه يكون هناك انتخاب رئيس برلمان. احنا الحقيقة متمسكين بعقد جلسة لانتخاب رئيس. بحث رئيس أقليم كردستان نيجير فان برزاني مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أهمية استمرار التنسيق العراقي الإيراني لحماية الاستقرار في المنطقة. وخلال استقبال رئيسي لبرزاني ووفد يضم وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد اليوم في طهران، ناقش الجانبان تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة ورفع مستوى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي. اندلع حريق كبير في سوق القيصرية قرب قلعة أربيل الليلة الماضية ما أسفر عن وقوع أضرار كبيرة، وذكر شهود أن الحريق بدأ عند الساعة 8:30 مساء فيما لا يزال سببه مجهول وسط الاشتباه بتماس كهربائي، وهريع 16 فريق إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها. أعلنت وزارة الصحة نجاح الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الحصبة بنسبة تجاوزت 90% في عموم العراق، وذكرت الوزارة أن الحملة استهدفت أكثر من 7 ملايين تلميذ في أكثر من 23,000 مدرسة وروضة، وأضافت أن الحملة نفذت أكثر من 92,000 جلسة تلقيحية داعية الآباء والأمهات إلى زيارة المراكز الصحية لإكمال لقاحات أطفالهم بوصفها من أهم حقوقهم.
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد الموسوي إن العراق عقد عدة اتفاقيات دولية في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، مؤكدا التعاون مع الانتربول في هذا الصدد. العراق هنا قام بعقد عدة اتفاقيات في مجال هذه الجريمة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الإقليمية. أهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها لعام 2000، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام 2010 والمصادق عليها بالقانون رقم 99 لسنة 2012، البروتوكول العربي لمكافحة الجريمة المنظمة والمصادق عليه في عام 2021. أيضا العراق اشترك في عدة اتفاقيات وتعاونات دولية، منها الإجابة على أسئلة اللجنة الدولية للتجارة بالبشر، وأيضا فيما يتعلق بمكتب التنسيق الخاص بهذه الجريمة في وزارة الخارجية الأمريكية. تم جمع كافة البيانات والإجابات عن طريق كافة الوزارات، التعاون مع منظمة الأنتربول الدولي، الشرطة الجنائية عن طريق وزارة الداخلية. بغية تسريع حسم الدعاوى، ألزم مجلس القضاء الأعلى المحاكم بحسم القضايا التي تنظر فيها ضمن سقوف زمنية طبعا محددة لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الأبرياء. حسم الدعاوى خلال السقوف الزمنية المحددة، توجيه من مجلس القضاء الأعلى للمحاكم في العراق تحقيقا للعدالة في مختلف القضايا وضمانا لعدم بقاء المشتبه بهم قابعين في مراكز الاحتجاز فترات طويلة من دون إخضاعهم للمحاكمة. في جردة حساب تؤكد رئاسة محكمة استئناف البصرة هنا أنها حسمت ما يزيد على 90% من الدعاوى المعروضة أمامها. هناك توجيه مركزي أنه المحاكم في عموم العراق يعني تلتزم بالسقوف الزمنية لإنجاز الدعاوى سواء منها المدنية أم الجزائية، وكالمعتاد المنطقة الاستئنافية في نهاية كل عام يعني تصل إلى نسب متقدمة في الإنجاز تتجاوز 97% عما معروض عليها من الدعاوى والمعاملات. ويبلغ أقصى سقف زمني لحسم الدعاوى الخاصة بمحاكم الجنايات 6 أشهر، أما سقف الجنح فيبلغ 4 أشهر، فيما يتولى الادعاء العام مراقبة قانونية ومشروعية الإجراءات القضائية المتخذة تفاديا للأخطاء، علاوة على تجاوز العراقيل التي تحول دون حسم القضايا. في كل يوم متابعة مستمرة للسادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، وأينما يكون هناك خلل بسيط في العملية القضائية يتم حل الإشكال الموجود. لذلك أغلب الدعاوي تنجز ضمن السقوف الزمنية اللي هي ما تتجاوز في الجنايات 6 أشهر وفي في الدعاوى الجنح 4 أشهر. ويسعى القضاء عبر هذه الإجراءات إلى إنصاف الأبرياء وإدانة المتهمين بعيدا عن المجاملة والضغوط السياسية والعشائرية بحسب قانونيين، ويتزامن ذلك مع خطة لبناء محاكم جديدة لاستيعاب زخم المراجعين المتنامي. تطوير البنية التحتية للمحاكم سيسهم في تحقيق العدالة من دون تأخير، كما سيجعل من القضاء أكثر قربا من المجتمع الذي تسوده العرف العشائرية. سعد قصي، UTV، محافظة البصرة. لعدم وجود طبيب متخصص بالجملة العصبية تضاعفت حالة أحد المصابين بحادث سيارة في المثنى ليوتوف نتيجة ذلك بعد أيام في أحد مستشفيات النجف. هذه القصة تفاعلت وسط احتجاج على الصحة ورد من أكبر مستشفيات السماوة. وقفة حداد ينظمها أهالي المثنى أمام دائرة الصحة بعد وفاة أحد المرضى بسبب نزيف داخلي وعدم تشخيص حالته الصحية نتيجة عدم وجود طبيب متخصص بأمراض الجملة العصبية بمستشفى الحسين التعليمي بحسب عائلته، ما اضطرها إلى نقله إلى مستشفيات النجف، لكنه فارق الحياة هناك نتيجة إصابته الخطيرة. عدم وجود طبيب مختص بالجملة العصبية، يعني أبناء المثنى يموتون لأن عدم وجود طبيب مختص في جراحة الجملة العصبية أو طبيب مختص في جراحة الأطفال. لذلك هذه وقفتنا، راح نوجه بها رسالتين.
أولا الرسالة الأولى رسالة مناشدة إلى دولة رئيس الوزراء وللأخ وزير الصحة، رفض محافظة المثنى على أقل تقدير بعشر أطباء اختصاص من الجملة العصبية. تعرض حامد الظالمي لحادث سير عنيف نقل على إثره إلى طوارئ المستشفى. تقول عائلته إنه بقي 3 ساعات ولم تشخص حالته، ما اضطرهم إلى نقله إلى أقرب مستشفى يتوافر فيه سرير فارغ لتلقي العلاج هناك. من 6 العصر للساعة 3 للساعة 9 بالليل احنا ما حد مشخص حالته بأن عنده كسر أو فطر بالجمجمة أو نزيف. بعد 3 ساعات الدكاترة اللي مقيمين ما شخصونا المرض ولا شخصونا أي شيء عنده، قالوا ما بي شيء سليم هسه تخيطونه وتاخذون البيت. للساعة 12 بالليل ما محصلين سرير بكل العراق، يقولون ماكو موجود سرير. زين على رفقتنا الخاصة وعلى جهدنا الخاص مشينا للمستشفيات الأهلية وطبينا المستشفيات الأهلية ونقلناه بسيارة اللي وصلنا لغاية حالته منتهية مات سريريا. وفي رد عبر قناة يو تي في تقول إدارة مستشفى الحسين التعليمي إن حالة المريض وافقت عطلة الطبيب المتخصص، مبينة أن الأطباء المقيمين أجروا جميع الإجراءات الطبية للسيطرة على حالته الصحية والاتصال بدائرة صحة النجف وتخصيص سيارة إسعاف خاصة به ونقله إلى هناك. وبعد 6 أيام توفي في أحد مستشفيات النجف بسبب إصابته الكبيرة. أجت الحالة بيوم الخميس، عندنا استراحة الطبيب الأخصائي جراحة الجملة العصبية، وتم إجراء اللازم من قبل الأطباء المقيمين الأقدمين والمقيمين الدورين واختصاص الجراحة العامة، وتم تحويل المريض بإحالة رسمية إلى محافظة النجف بسيارة إسعاف، وتم اتخاذ كافة الإجراء من قبل إدارتنا ومن قبل مستشفى الحسين التعليمي. وتسجل المثنى بين فترة وأخرى حالات وفاة مماثلة لقصة حامد، ما يدفع الأهالي إلى المطالبة بتأمين الأطباء من الاختصاصات النادرة وعدم اضطرارهم للسفر إلى محافظات أخرى. من المثنى خليل بركات، يو تي في. تتحول اللغة الإنجليزية من منهج دراسي في العراق إلى أسلوب حياة وامتياز يفتح الطريق لنيل فرص توظيف وعمل. تعلم اللغات مهارة تفتح آفاقا جديدة، فأصحابها تتاح لهم فرص عمل حتى في منازلهم. معلمة اللغة الإنجليزية جوان صباح بدأت مسيرتها في معهد بعدد بسيط من الطلاب عبر الأنترنت، إلا أن الإقبال الكبير من الراغبين بالتعلم وتطوير الذات واكتساب المهارات جعلت المحاضرات حضورية في قاعة المعهد. بدينا نحصل أنه نشوف أكو نتيجة، وكل شخص دي يطلع دي يشوف أنه أكو نتيجة ممتازة من ناحية الامبروفمنت. سو الشخص لما يبدي ممكن يحكي، بس لكن هو ما عنده الجرأة أنه يتكلم بطريقة like a native speaker. سو step by step يبدي يحكي ويكون شجاع أنه يقدر like خلاص أنه يقدر يحكي perfectly. فبدينا باللغة الإنجليزية. ليش؟ لأن اللغة الإنجليزية تعتبر مفتاح للعمل حاليا، بسبب أنه توفر فرص عمل هواية وشركات أجنبية وشركات عربية وحتى المحلية قامت تطلب أنه إلا اللغة الإنجليزية، لأن يعتبر موضوع تنافسي، خصوصا أن الشخص اللي عنده اللغة الإنجليزية شيء دارج بالنسبة له سهل، نسبة أنه هو يقدر يتطور بالعمل أعلى. سمر الطائي معلمة أخرى في المعهد تنصح بضرورة تعليم ذوي الأعمار الصغيرة لقدرتهم على الاستيعاب بشكل أفضل. المنهج حالياً تغير، المنهج اللي تغير هسه يركز على المحادثة، فلذلك اللي يجون صغار يعني يكون مستواهم جداً جيد باللغة الإنجليزية، بالإضافة لأنه عندنا إحنا فترة نسميها الفترة الحرجة لاكتساب اللغة، اللي هي هاي الفترة من يكون يعني بعد 10 سنوات، قبل 10 سنوات إلى تقريباً 18 سنة 20 سنة، هاي إذا اكتسب اللغة بها تصبح كأنما لغتها الأم. وخلال السنوات الأخيرة تتحول اللغة الإنجليزية في العراق من منهج يعلم داخل المدارس لأغراض النجاح إلى أسلوب حياة وعمل وامتياز في السيرة الذاتية تبحث عنه الشركات والمؤسسات. متجذر في المنطقة وعادات أهلها، يرتبط مضيف القصب بتراث الأهوار، فهو من عطايا الممالك القديمة رغم التغيرات التي طرأت على نظم الحياة. على شكل قطوع متكافئة تنتصب أعمدة مضيف القصب هذا في أولى خطوات تشييده. الحنايا
ولعل انحناءاتها على شكل أقواس سبب لتسميتها، لكن عرب الأهوار يطلقون عليها اسم الشبات. لغة الأرقام للشبات مهمة وأساسية، فأعدادها لا بد أن تكون فردية، وكلما ازدادت عدداً عكست قيمة ووجاهة صاحب المضيف. النزاعات العشائرية اللي تصير فتنحل هنا بهذا المضيف بالنسبة للعشائر. هسه صارت قليلة المضايف، لكن احنا عندنا تاريخ بالمضيف وما نقدر إلا نبنيه. تعيد هذه المشاركة في ربط حبال الحنايا روح العمل الجماعي المتوارث في صناعة المضيف، الذي بدأ الطلب على صناعته يتعدى جغرافيا موطنه محليا وإقليميا وحتى عالميا. شغلنا حتى خارج العراق، يعني اشتغلنا في دبي، اشتغلنا في دبي، رحنا لغاد لدولة الإمارات العربية واشتغلنا غادي مضيف للشيخ رشاد. ورغم دخول كثير من وسائل الحداثة، فإن تصميم المضيف ظل ملتزما بالمشبكات المصنوعة من القصب، إذ تضمن تهوية وإضاءة تلائم الظروف المناخية لمناطق جنوب العراق. أعتقد أن توثيق مضائف أهوار العراق في جامعة ليفربول سيعطي فرصة للباحثين والدارسين وكذلك الصحفيين العالميين على الإطلاع على تراث سومري رافديني. هذا المضيف من عطايا مملكة القصب، والتي حفظته لنا رمزا مهما محافظا على جذوره السومرية رغم الكثير من التغيرات التي طرأت على نظم الحياة. من الناصرية، أحمد السعيدي، يوتيفي. يوتيفي كانت هذه جولتنا الإخبارية، إلى اللقاء.